خلصيني سومان. شو هاد؟ ما بتفهمي؟ لبسك هذا مبهدل ومشرشح كتير. أنا ما قلت لك إنه رفقاتي جايين مشان يشوفوا كنتي؟ أنت ناوية تخجليني وتصغريني؟ لا يا حماتي، كل القصة إنه خلاص بكفي كذب، أنا ما بدي أسمع منك شي. ضيوفي كلهم ناطرين برا، بدي الأكل يجهز بأكبر سرعة ممكنة. حاضر. شفتي مجموعة مونيش الجديدة؟ طبعاً شفتها. صباح الخير للكل. صباح النور، شكراً لك شامان. تعرفي سندورة؟ خدامتك هي مهضومة ولذيذة كتير. شو هالحكي قالكا؟ هي بتكون كنت سندورة. أوه، أنا آسفة سندورة، الحقيقة ما حضرت عرس رانفير لهيك ما مشكلة عرفتها. ما إلك ذنب أبداً حبيبتي، عطول بفهمها ولو إن من أصل فقير، إنه هي هلأ كنت عائلة ميتال، بس الناس يلي من طبقتهم صعب يتغيروا قد ما نصحتيهم ووعيتيهم، بيضلوا مثل ما هني. يعني دق المي وهي مي. أنا خبرتها إنه رفقاتي جايين لعندي، للأسف ما تغير شي أبداً. أنت شبكي واقفة شو عم تعملي؟ يلا قربي لهون وسلمي عليهم. مرحبا. هاي. أهلين، شرفتونا. سمعتوا شو قالت؟ بعرف استخدم هدول الكلمات للسلام، بس الأهل بعاداتنا بيعلموا أولادهم يسلموا بكل احترام عن ناس الكبار. طيب لكن روحي على المطبخ وخلصي شغلك. حاضر. عن جد لا تواخذوني، ما بتعرف بأصول الإتيكيت، قلت لكم إنه هي من عيلة فقيرة ومن الطبقات الشعبية. ما رح أهتم، بعرف إنه كل همة تهيني وتزعجني عطول، بس أنا ما رح أهتم بهالشي. ما لازم أبكي. سومان، رح أسكب من الطبخة لنوزع للفقرة. إيه خلاص، أنا بجيبه. طيب. مدام سومان، الست سندورة طلبت الحلو هلأ. يلا هلأ أنا بجيبه. سومان، أمي بدها تشوفك. الليلة رح أجي بعد شوي. غريب، أنت كيف عملتي هيك؟ سندورة كنتك بتتقل بالذهب، مو معقول شو بتهتم فيكي وبضيوفك. أكيد كنتي ما في منا، على فكرة أهلا مربينا منيح. ايه واضح. تفضلي. يلا تفضلوا. ايه لك شو هاد؟ نزعتيني يا تعرفي انه هي اول لبسة للفستان؟ شو ضربك العمى انتي؟ ما عم تشوفي قدامك؟ حماتي، انتي مديتي ايدك وضربت ايدي بالغلط. انتي ما رح تغيري هالعادة الغبية، بدك تضلي تحملي اخطائك للعالم. ما في مشكلة سندورة، بتصير بأحسن العائلات. يلا نطفي. فتحي مخك ونفذي كلامي.
لا تعذبي حالك، أنا بنطفو. ولا يهمك، ما في شي بالحياة ممكن يصغر من قيمتنا. ايه هالبنت فهمانة، انتي محظوظة فيها. من وين الى الفهم؟ ما شفتيها كيف كبت عليك الزبدية؟ سمت لي بدني. اخيرا جبتي الاكل؟ ليش معزبة حالك ومبكرك لهالقد؟ انا كنت عم اقدم لضيافة لرفقات حماتي. عم تقدمي الضيافة لكن؟ ولا كنتي قاعدة عم تطقي حنك مع رفقات التافهات؟ ما كان في داعي تغيري تيابك مشان تعدي معهم. لا يا أمي، مو بكفي. خلصنا، صار عندك عيلة جديدة وزوج جديد وحماية جديدة كمان، لهيك ما في داعي تهتمي فيني أو بابني. سومان، على فكرة رفقاتي ناطرين الغداء. شبه تعالي حضري لنا الطاولة. سندورة، أنا برأيي تلزقي سومان فيك كل الوقت لحتى تضل جنبك وما تغيب عن عينك ثانية واحدة. شو نسيتي إنها بتقربني وإلي عليها حقوق كمان؟ أكيد كلواتي، ومين قال غير هالكلام هاد؟ بس اليوم لا تزعلي منها، هي مشغولة بخدمة حماتها الجديدة. حماتي انتي سبقيني، انا جاي بسرعة. ما بتأخر. ألو، وينك أنت سومان؟ تأخرتي، أنا وسهيل من ساعة ناطرينك برات السوق. رامفير، أنا لساتني بالبيت ولسه بدي أقدم الغداء لرفقات أمي، ما بعتقد أني رح أقدر أجي معك اليوم. غريب، بالعادة بتخلصي كل شغلك بسرعة كتير كبيرة، بس اليوم لأنه بدي إياكي تطلعي وتتسوقي معي تأخرتي كل هذا الوقت. اسمعيني سومان، أنت فشلتي، تذكري هاي المرة الثانية. على كل حال الحق علي أنا. فكرت أنك رح تتغيري، بس مو مشكلة. خلص خليكي، كملي شغلك بالبيت، بروح لحالي. يلا سلام. ما حدا عجبه شي، شو ما عم أعمل ما عم أرضيهم، ما عم أعرف أتصرف صح مع حدا. شو لازم أعمل لأرضي الكل؟ مدام سومان ارتاحي شوي، أنا بكمل عنك، لا تاكلي هم. يا شامان، ما عندي وقت لأرتاح، الضيوف برا وناطرين الغدا، ولازم نوزع الأكل مناسبة ذكرى وفاة رافي، بس أنا بلحقهم، أنت لا تشغل بالك. إيه بس يا مدام. مو مشكلة، لا تقلق. ما عم تقدري تنامي؟ ما عم بقدر. عندي حبوب للتنويم بياخدوا العقل كتير مناح، مثل ما عم قلك أنا مجربتهم. طيب بس على مين مجربتيهم؟ ما بخبي عليكي، أمي بدها إياكي. يا
يلا جاي.